السلام عليكم. هاجي ونعاود لكم واحد القصه للعبره يا البنات، باش ما تثيقوش كاع هاد البنات اللي هاد اللي جون هادو اللي تيتيقوا في الصحابات وكيتبادلوا الحوايج، وتيق فيا نتيق فيك تبغي تسمع واحد القصه. السلام عليكم المتتبعات ديالي، كدرتو لاباس؟ لاباس عليكم، نتوما مزيان. دابا غادي نعاود لكم واحد القصه كتوقع باش الناس ما تبقاش تثيق حتى في واحد، حتى في حوايجك اللي قلت والو. شي انا كيصوني عليا البنات شحال من قصه نحط لكم، باش كيقولك غير عاوديها يا خالتي على قلتنا هادشي راه وقع لينا، باش ما تثيقوش. الانسان كيقول دابا غادي نبقى في الدنيا دائما، غادي يجي واحد النهار غادي نكونوا تحت الارض والله يرحمنا. يا ويل هذا من هذا، يا ويل هذا الا قال شي حاجه في اخر، او لا اداه، او لا سحر ليه، او لا دار شي حاجه. كلشي كلشي راه غدا يوم القيامه غادي نتحاسبوا، غادي نكونوا امام الله. راه الفلوس يتقادوا، راه الديور يتقادوا، الاراضي يتقادوا، ما يدوم الا وجه صدر رب. هادشي اللي كاين. يلاه بنتي جوي ايوا كملي، عاودينا على القصه. القصه ديال ديك البنت مسكينه اللي هدات لها مرت عمها الملايه. هاي دابا هذيك البنت لالا كتعاود قالك لالا، كانت هي يوم دابا كنعرفها العرايسات ديال زمان، كانت المراه هي ومرتو ساسه كاينين في دار وحده. ولدوا البنات، هذه ولدات البنت والاخرى ولدات البنت، وكبروا هاد البنات هذه. وحده كان عليها الطلب كيجيو عندها الخطابه وهذه، والاخرى لا. والله عاد بنات شفت لك قصه حقيقيه، قال لك الاخرى لا. المهم واحد النهار جات البنت بغى هذاك اللي يعني اللي ارتاحت له صافي داتو، كيوجدوا العرس. انت راك عارفه العائله مرت العم يعني ثقه تامه، والاخرى راه كتفرج على الاخرى. نوض المهم حيت فات وقت الحمام، مشاو للحمام، مشات هي وبنت عمها الحمام، والبنات مشاو للحمام تحمموا. هما رجعوا هاز الغريت هكا، داز العرس بسلام، الكادويات مرت عمها هدات لها احسن ملايا، كلشي شنو كيهدي. مشات البنت راحت عند الراجل، صافي عند الراجل قالت له نونون واش انت تقيسني، قالت له نونون واش انت تقيسني، قالت لها كيفاش انا شنو جبتك واش نعلقك في الحيط، نعسو جينا يعني نعيشو حياه زوجيه طبيعيه. قالت له قلت لك نون. اليوم تيقولوا نصبر عليها، يقدر ما قداتش يقدر، اليوم على غدا، اليوم على غدا، صافي اليوم على غدا. ولات البنت تتدهور بحال التجار هكا، بغات تحمر داك نهار عصبي، كنقول لهم انا نهار عصبي جات بحال التهجيجه والله. صافي تتقول له واخا تخيطوا الحميم على الحم والو، سير حالة جياحة. صافي الراجل طلع له داك الشيء في الراس، قال له واش انا تزوجت نستمتع ولا تزوجت جبت هبيله وطار. قال له انا ما عندي ما ندير، حزموا ليها العيالات هذيك، حزموا ليها العيالات. ما لا دابا هذيك ما شكات حتى في حاجه، ما عرفوش هما، ما عرفوش الدقه منين جاتهم. ويلي مسكينه مرت عمها، ويلي مسكينه البنت الله يا ودي شنو هاك ما هذه. المهم حتى هي دارت راسها من المهم سير حالة جياحة. صافي رجعت لدارهم، ولات البنت كتدهور، الصحة ديالها كتمشي صافي نهار على اخر. صافي داك الراجل ولد الناس جمع لها الحوايج ديالها، جمع لها كلشي اللي دات معاها، ردات للدار. ايوا لا ردات كلشي للدار، امها تبكي، باها يبكي، كيفاش البنت اللي فرحنا بها وهذا سميتو جات مسكينة، قلت لك اليوم على غدا غدا البنت كتضعف والشعر تيطيح. صافي غدا وتتهبط، مصيبة يبارك حنا. ما خلاو فين مشاو، ما خلاو فين مشاو. واحد النهار لالا ناضوا ما بقاوش يسكنوا مع ديك مرت عمهم، صافي اتفقوا كل ديك مرت عمهم خرجات، رجعت ديك العروسه بحالها لدار امها. صافي رجعت لدار امها. ياه مات لالا هذيك هذيك العروسه ديك مرت عمها، رحلوا مشاو سكنوا في بلاصه اخرى. سير حاله جياح، بقى داك الرحل ديال هذيك اللي رجعت البنت، صافي بقات حاقه فراشات تما محطوطه. واحد النهار جاو عندهم الضياف بزاف، جاو لالا الضياف بزاف ونعسوا. ما تجي غير دابا واحد خالتها وهي تمشي، المهم بداو كيجبدو، قالك هي جبتي واحد الملايه اللي هدات لها مرت عمها، اللي هدات لها في عرسها كادو. ما تثيقوش البنات في الكادويات، الكادو اللي جات يتبقش سيرتو الملايات المضوبلات. هزات لالا ديك الملايه، هي تغطى البنت، هي هكا تلقاتها راك عارفه الفضا تحلاتها وتلقاتها على خالتها. اخو داك الشيء حسات فيه خالتها هكا داك الشيء قاصح بحال تقصح هذاك، حبيبتي اش هاد الشيء ضربتيني شنو؟ قلت له ويلي الملايه، قالت له سري انا اللي فرحت بك وعطيتك ملايه جديده ما عمرني تغطيت بها. قالك بقاو كيبقشوا بقشوا، بقاو داك الشيء ثقيل في وسط الملايه. واش مع هذا الشيء؟ قالك ما يفتكوا قطعوا الملايه حلوا داك سميتو. قالك ما يجبدوا يا ربي، اش غادي يجبدوا؟ اش غيجبدوا؟ جبدوا تصويره البنت، جبدوا الوسخ ديال البنت. قولي هي نهار مشات مع بنت ما الحمام جمعت لها داك الوسخ كامل، جمعت حسبي الله ونعم الوكيل. ما تيقوش في الصحابات، ما تيقوش، حيدتي الزغب ديالك جمعيه، جمعيه جيبيه معاك للدار، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
ايوا ولكن انت فات الفوت صافي البنت يعني واخا غادي تعاج ما غاديش تر كيعرف الشعر بغيت تيطيح واخا كيخلف ما تيخرجش بحال هكا ما تيبقاش بحال اللي كان في الاول كان هكا واه وحنا طاح لينا واخا تيخلف تيخلف ايوا سخفان وميت ايوا لا لا وعقوب مرت عمهم هي مولات الفعله مولات الكادو قال لك عمتو مرات تعيطها يا ماما مرضعاها كاع ماما يا ماما هادشي غير الغيره والحسد علاش تخطب ودابا علاش تخطبات هي تزوجات هي وما تزوجاتش بنتها راه 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 قدر الله ولكن بنادم الله يجينا من من من, من كحل القلب ماشي وحق راه باين شتي زوين بنادم يبين لك نيت خايب ولا بنادم اللي كيضحك لك وهو راه تيوجهك ولا ني تيضحك في وجهك وهو تيضربك في دارك هذاك راه هذاك تيطعنك بين كتاف هو ساس صاف صحتها شنو داتها يا مسكينه صافي اللي عطى الله عطاه ولكن هي راه غادي تخرج لها في صحتها ويجي نقول لك البنت عندها السيقان زوينين رجليها زوينين هذا رجلي عندها السيقان اش غنقول لك سيقانها اللي شافهم تيهبل عليهم جات وحده قالت لها شوفي انا جات سميتو جاها المشي في رجليها تمشي قول لها جاها غير شويه نشفات لها البشره ديال رجليها نط قالت ليها هاكي هاكي كيدير شويه ديال هاد سميتو هاد الدهينه هادي دهني بها رجليك وانتوما قولوا الله اعلم وانا على رقبتي شتي داكشي اللي دهنت ديك البنت لصيقانها تقول الله يسر خوتي عليها الماطاي الله الماطاي شتي رجلي البنت كتقولي ضربها بوحمرون شنو منين جاني هادشي قالت لها من داكشي اللي عطاتني فلانه جابت لها داك الحقيك لا فيه المال القاطع ولا الله اعلم لا حقاش ديك البنت غير كتلبس العصري لبسات طليبه لبسات اللي لبسات كتشوفي الصيقان ديال ديك البنت تبارك الله ما تقولي غير قلبت السكر محطوط تبارك الله فاش جات نشوفوا لها رجليها قالت لها انت شنو كديري رجليك الاخرى رجليها دايرين بحال نعامه يلا غير الطول بلا لحم لا والو راه تلقايهم دابا هذيك لقاي سعد هذيك اللي طول سميتو احسن من هذيك اللي سيقانها زوينين والله العظيم عطات هذاك الشيء اللي عطاتها طلعتو ليها طلعتو البنت رجليها قالت لها بغيت تنطلي الحد ديال رجلي الفوق ولا بحال خويتي عليها الماطاي الله يسلمك مشات للطبيب مشات للطبيب الجلد ايوا مسكينه وشوف تشوف واش غادي يعالجها ولا لا دابا الله يستر كتلحق لها داك الوقت فاش دهنات داك المرض مسكينه فاش دهنات ديك الدهنه الميكروب فاش دهنات لا السحر فاش دهنات داك الوقت كتشوفي الله يستر رجليها بحال تقولي شتي ملي كتكوني كتسخني حدا الفخر تولي اللحم ديالك احمر ومن فوق هكاك داير ليها ودابا انا غير اختي ياك اختي التاليه اختي شمن سالف كان عندها واش شنو السبب ديالها غير السحر توكل كلا توكل تيطيح لها الشعر هكا وتتحطو وحيدة طاحوا لا حيدة جوج دروس باقيين شي ما فيهمش نقشة تاع السوسة على من على لاطاي على كانوا مسكين الناس كيخطبوا هكا ديك الساعة الناس كيخطبوا داكشي دار لها داكشي اللي دار لها طاح الشعر طاح ولكن الحمد لله صافي كيخلف غير هو كتجيك ديك الصحة سبي الله ولا تجي الصحة اجوا شتي يا بنتي راه شتي هادو اللي كيديروا شي حاجة وحق الله ما عندهم فين والله واخا تيقول وصلت للقمة لا دابا يجي النهار ودابا انا شحال وحدة كتعيط لي انا مزوقة فيك اخالتي حطيها شنو داز علينا وحده هضرات معايا في الخاص كنت جالسه هنايا في هاد البلاصه فين كيجلسوا بلاصه الكراسه صونات عليا وحده ما عمينا بلاصه صونات عليا لاباس خالتي انت مزيان واش تحط الوصفات قلت لها ايه قالت لي خالتي راني كليت السحر قالت ملي كنجلس مع الناس كنهضر راني حطيت درتها سميتو هضرت عليها قالت لي ملي كنهضر الناس كيهربوا من قدامي الريحه ديال فمي قالت لي خانزه وهي صافي بقات تهضر معايا وكان وحدي واحد جوج عيالات حدا المرأة كبيرة إوا تهدرات وسالت قلت لها من بعد ونصوني عليك هدرت مع هذيك المرأة قالت قول لها دير الشيبة والحليب قول لها تبع الشيبة والحليب قالت لي يا بنتي دابا في هذا الوقت كاينة الشتا تبع الشيبة والحليب إوا صونيت عليها في الليل تاني صونيت عليها السلام السلام قالت لي دابا قلت لها بغيت تهدرتي معايا كانوا حدايا شي عيالات ها السيدة شنو قالت لك غتجيبي نص سطر الحليب غادي ديريه في شي بريق وغتجيبي الشيبه غسليها مزيان وغادي ديريها في داك البريق وخليه طبخ كيتطبخ وتحيديه يطبخ وتحيديه يطبخ يتحيديه جوج نوبات ولا ثلاثه تطلق ديك الشيبه خليه تايبرد الصباح نوضي قبل الفطور ولا كتصلي الفجر وشربيه قالت لك ايه قلت لها ايه قالت لك راه كنصلي الفجر كتنوض كتصلي الفجر وكتشرب داك الحليب كامل كتصفيه من ديك الشيبه قالت يا خالتي شنو تقييت يلا قالت لي تقييت داكشي السباوات بحال حنا قالت لي بحال حنا قالت لي كندير نهار على خو نهار على خو نهار على خو قالت لي حتى ما بقاتش فيا ديك الريحه قالت لي حتى في الصحه ديالي قالت لي وليت نعس ونرتاح قالت لي وليت قالت لي كناكل قالت لي وليت تنخرج نجلس سبحان الله دابا الناس دابا اللي ما عارفينش يقولك لا انت كديري السحور انا
انا ما ندير سحور لحد وما عارفه ليهمش ما عارفه ليهمش وما نديرهمش. بنتي قلت انت وتصنطي بحال دابا شي وحده شي بنت داز عليها شي حاجه وعرفت ديك المره باش بغات نقولها ليها وديريه انت عندي غير الاجر والله الا عندك باش نادي انا الناس ندير ليهم. شوفي اللي بغات تجلس مع راجلها دير له الخاطر. انا نهضر معاك كيما حنايا صبرنا على رجالنا بالمزيانه وبالخايبه ما كايناش في يديا خوها ولا باها احنا دينا ولاد الناس ما هما ما كيجيونا وكيجيوهم احنا صبرنا معاهم ما نديرو ليهم حتى لحقنا وليداتنا لبلاصتهم واللهم لك الحمد واخا حتى الا داز علينا شي حاجه اي حاجه ما كايناش حتى العافيه اللي بغيتي تشعليها حتى كتشمي الدخان حتى كيعميك الدخان عاد تشعلي العافيه طيبي عليها ما تاكلي وتسخني هكا دايره الوقت اللي بغات تقعد في دارها دير خاطر راجلها وتقابل وليداتها واللي بغات كطير الساق والجلالب والماكياج والطيران راه قال لك اش غنقول لك قال لك اللي كيطوف ما غاديش يغزل الصوف بصح انا نقول لك راه قال لك اللي كيطوف ما عمرو غادي يغزل الصوف في الدار ديالو والانسان يجي يجلس مع وليداتو قبل دارو هادشي اللي كنقول لهم انا يوم السحور الا جيتي توكلي داك الراجل ترضي فيه السرطان او لا ترضي فيه الحلاح احسن السحار الراجل غادي تشدلو التحليل لا لا درتي راجلك الخاطر يعطيك الفلوس قلتي له الخاطر يساري هادشي يا بنياتي اللي كنقول لكم جلسوا في ديوركم ما تجيش شي وحده لا ما تجيش شي وحده تكذب عليكم تقول لك لا راجلك لقيته في فلان هذيك اللي جات قالت لك هذيك راه كون لقات براسك تجلس فيها انا كنقول كون لقات براسك تسكن فيها وتجلس فيها ولكن اللي بغات لك الخير ما تجيش تعاود لك اللي بغات لك الخير ما كتجيش تعاود لك راه راجلك كان رجال كلهم تيضيروا قال لك الثور تيدور نهار كامل حتى العشيه ويجي اللوت ديالو يتربط هكا رجال دايرين وبسلامة عليكم سلامة عليكم الى عجبوكم هاد القصص نبقاو نعاودو لكم الى عجبوكم غادي نبقى نعاودها لكم في الفيسبوك ديالي وديال نجوى وبسلامة عليكم الله في راسكم.